العربي اليوم من التلفزيون العربي في لندن وفيه. الوزارة أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبنى على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي أن اطلعت وزارة الخارجية في المملكة على مصادر. السعودية وكندا طرد للسفراء وأزمة مستفحلة بسبب تغريدة. اليمن، هل دفع التحالف العربي الجزية للقاعدة؟ العراق، انتهاء إعادة الفرز اليدوي للانتخابات وترقب للنتائج. وأيضا قبل مناقشة هذه الملفات إليكم موجزا لأهم الأخبار من هذا اليوم. أعلنت إيران أنها بصدد تخفيف قواعد الصرف الأجنبي في مسعى لوقف هبوط عملتها الريال التي فقدت نصف قيمتها منذ شهر أبريل نيسان الماضي بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا بإعادة العقوبات على طهران، وأثار هذا القرار موجة بيع للريال مع إقبال الشركات والمدخرين على شراء العملة الصعبة لحماية أنفسهم من العقوبات الاقتصادية. نقل التلفزيون المصري أن سيارة اشتعلت عند مطلع كوبري أكتوبر في منطقة الدقي القريبة من وسط القاهرة، وسمع شاهد من رويترز دوي انفجار قوي، ورأى مراسلون آخرون عاملون لدى الوكالة سحب دخان كثيفة تتصاعد في سماء المنطقة الواقعة في محافظة الجيزة جنوبية القاهرة. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وصلت 11 شاحنة مصرية تحمل كميات من غاز الطهي إلى قطاع غزة صباح اليوم، وتعد هذه المرة الأولى التي تزود فيها مصر غزة بغاز الطهي في ظل أزمة نقص حاد في هذا النوع من الغاز يشهدها القطاع إثر قرار إسرائيلي بمنع وصول الوقود والغاز وسلع أخرى إلى غزة منذ أيام، حيث دخلت الشاحنات المصرية عبر بوابة صلاح الدين الحدودية مع القطاع المحاصر القريبة من معبر رفح، كما تعمل الشاحنات في هذه الأثناء على إفراغ حمولتها داخل القطاع. دعت منظمة هيومان رايتس ووتش بنغلاديش إلى تحسين ظروف معيشة الروهينجا الذين تستقبلهم في أكبر مخيم للاجئين في العالم، والتخلي عن خطة نقل أعداد كبيرة منهم إلى جزيرة معرضة للفيضانات. ووقعت بنغلاديش وبورما سابقا اتفاقا لإعادة اللاجئين، لكن الروهينجا يرفضون العودة دون ضمانات للسلامة والحقوق بما في ذلك حرية التنقل والمواطنة، وينتظرون في هذه الأثناء في مخيمات مكتظة حيث يعيشون في أكواخ واهية في ظروف صعبة. هاوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار اليوم بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات تركيا بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1,660,000,000 دولار. وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم. بدأت درجات الحرارة في البرتغال مركز الموجة التي تشهدها أوروبا في التراجع عن مستوياتها القياسية، لكن حرائق الغابات مستمرة لليوم الثالث على التوالي في الجنوب، وتعمل فرق إطفاء من البرتغال وإسبانيا معا لاحتواء حريق للغابات قرب الحدود المشتركة بين البلدين. والتهمت النيران أكثر من 1,000 هكتار من الغابات في منطقة مونتشيك في جنوب إقليم الجارف السياحي، ونشرت السلطات 130 جنديا للمساعدة في جهود الإطفاء.
قررت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في كندا واعتبار السفير الكندي في الرياض شخصا غير مرغوب فيه وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا بعد تغريدة للسفارة الكندية في الرياض حثت فيها السعودية على الإفراج عن نشطاء للحقوق المدنية. في سياق متصل قالت كل من الإمارات والبحرين إنها تقف مع الرياض في خلافها السياسي مع كندا رافضة ما وصفته بتدخل أوتاوا في الشؤون الداخلية السعودية. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمه للموقف السعودي في الخلاف مع كندا وعبر عن رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية بحسب قوله. السعودية تفتح النار على من لم يكن في الحسبان، إذ طلبت مغادرة السفير الكندي المعتمد لديها خلال يوم واحد بأسلوب يشبه عملية الطرد، والعنوان التدخل في شؤون المملكة، عنوان يبدو كبيرا للوهلة الأولى، أما جوهره فمجرد تغريدة يتيمة للسفارة الكندية في الرياض تحث فيها السلطات السعودية على الإفراج عن ما لا يقل عن 12 ناشطا حقوقيا اعتقلوا في الأسابيع الماضية بينهم سمر بدوي ونسيم السادة. اعتقالات جاءت على خلفية المطالبة بتوسيع هامش الحريات وإنصاف المرأة فعلا وقولا، وتتناقض مع الشعارات الإصلاحية لولي العهد السعودي، هكذا يردد الحقوقيون. غضب الرياض ترجم أيضا باستدعاء السفير السعودي من أوتاوا وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية مع الحكومة الكندية. هو رد فعل سياسي سريع أو ربما متسرع دبلوماسيا، وقد يراه بعضهم طبيعيا نظرا لحجم الانتقادات التي طالت المملكة أخيرا على خلفية استمرار الاعتقالات ورفع الأمم المتحدة الصوت بشأنها قبل أيام معدودة. رد ربما المقصود منه القول إن الرياض لن تتهاون مع كل من يحاول إثارة ملفات حساسة داخليا ترتد تفاعلاتها سلبيا في الداخل والخارج على مستقبل ولي العهد ومسار حكمه. في الاستوديو هنا معنا الأستاذ سلطان العبدلي الناشط السياسي والحقوقي السعودي. سيد سلطان مرحبا بك. أهلين. سؤالي هو هل كانت ردة الفعل السعودية متوازية في مستوى التصرف الكندي أو التغريدة الكندية المتعلقة بحقوق الإنسان داخل السعودية؟ أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام. أولا الله متوازي ولهم يحزنون، لأنه شخصية محمد بن سلمان شخصية معروفة أنها شخصية دفاعية أقرب إلى الحالة المرضية، وهذا يتبين لنا من عدة ملفات، ملف اليمن، ملف لبنان، يعني رئيس وزراء دولة يأتي إليك وتحتجزه، هذه واضح أن قضية مرضية أصبحت، ليست القضية قضية اليمن، اتخذ القرار وهو الآن متورط في اليمن لا يعرف كيف يخرج منه. أيضا القضية المرضية انتقلت حتى في كندا، كندا أصدرت الخارجية الأمريكية تقرير من أكثر من 50 صفحة قبل 3 أشهر يدين النظام السعودي بشراسة جدا وأشرس من هالكلمتين اللي قالتها وزيرة الخارجية الكندية، ولكن هو لرغبته في إرضاء ترامب، لأنه يعرف أنه بين جاستن ترودو هذا وزير الخارجية الكندي مع أو عفوا رئيس الوزراء الكندي مع ترامب في إشكالات، فهو يريد أن يرضي ترامب، يعني يظن أن العلاقات الشخصية تمشي في دول المؤسسات، بينما ترامب كل يوم وفي التغريدات واضح انه يشتم ويهين وهو يتجرأ على ردة فعل طبعا والعياذ بالله ما يقدر، اعوذ بالله، هذا مثل الاله لا يستطيع ان يعني يتكلم على ترامب. هذا شيء. الشيء الاخر انه يعني حتى من التهوك انه يتصرف تصرفات لا يدرك ابعادها ولا تهمها ابعادها. فمثلا عندنا 15 ألف طالب مبتعث في كندا، يعني هؤلاء مبتعثين في طبعا طبعا هؤلاء منهم في مرحله الجامعيه ومنهم في الدكتوراه ولو الماجستير، يعني تصور طبيب في النصف المرحله الجامعيه يقال له الان يجب ان تنتقل الى جامعه اخرى في امريكا او في استراليا او في نيوزيلندا. تصور يعني لا للاسف الشديد لا يدرك ابعاد هذه التصرفات، لان المستشارين سعود القحطاني وتركي آل الشيخ هم لا يجدون الا شيئا واحدا وهو الشيلات والاغاني وقولوا القطر وكذا. لذلك حتى لما تورط في قطر تورط ورطة رهيبة. بدل من لدي تساؤل هنا، في اعتقادك ألم تتجاوز كندا اللباقة واللياقة الدبلوماسية بتدخلها خصوصا الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية بتعليقها على أمور
داخلية سعودية. قضايا لم نسمع دول أخرى تفعل مثل ما فعلت كندا. لا لا فعلت كندا في عدة دول هذا الشيء وهذا أمر معروف عند كندا. بعدين هذه دولة مؤسسات يعني لا يصدر مثل محمد بن سلمان يصدر عن رأيه في آخر الليل في جلسة يصدر قرارات ملكية. طيب قد يكون ذلك مقبولا من الخارجية الكندية ولكن ماذا عن السفارة الكندية البعثة الدبلوماسية الكندية في الرياض؟ أنا استفزاز لأي دولة. أنا لسه طبعا ناطق لا باسم الكنديين ولا غيرهم ونعلم أن هؤلاء قد ينتقون أحيانا. لكن ما يقوله التقرير الأمريكي السنوي عن السعودية وعن السلطة السعودية وعن الاعتقالات أشرس بكثير مما تقول من هاتين الكلمتين التي قالتها السفارة الكندية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الإشكالية الآن في هؤلاء الطلاب وأيضا في المليارات 15 مليار دولار قيمة صفقات أسلحة ومحمد بن سلمان ملزوما يدفعها غصبا عنه. ليش؟ لأنه بموجب القانون الدولي يجب أن تدفع هذه المبالغ وهي قيمة بعض المدرعات وبعض الآليات العسكرية. فهو يعني تصور أنه تضحي بهذه العشرات المليارات وأيضا بمصير الطلاب الذين يدرسون وأدهى من ذلك بمصير أيضا المرضى الذين يعالجون في المشافي الكندية. الآن كلهم معرضون. يعني صدر اليوم قرار من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة بأن يوقف جميع المنح الطبية والمنح التعليمية. هناك من قرأ في التصرف السعودي هذا أكثر من كونه رسالة فقط إلى كندا، هو رسالة فعليا إلى أي دولة أجنبية بأن لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية. يعني رسالة علنا موجهة إلى كندا ولكن جميل. وكأن السعودية تقول لكل دول العالم شأننا الداخلي لا علاقة لكم. جميل. هذا الجواب في شقين. الشق الأول هو طبعا كل التهم مرفوضة من أي دولة بالنسبة لمحمد بن سلمان إلا ترامب، يعني كما يقولون يقول فيه ما لم يقل مالك في الخمر، يقول فيه ما يشاء من الشتم وحتى يجعل استاند ممكن إذا زاره في البيت الأبيض حتى يخرق البروتوكول وغيره. لكن فمثلا أعطيك على سبيل المثال من الحماقات التي ارتكبها حينما أوقف التعامل التجاري مع ألمانيا. الآن ليس لدينا سفير، ليس المملكة سفير في ألمانيا الآن، إنما هو أظن قائم بالأعمال وكذا. طيب لماذا لم توقف السيارات الألمانية التي تمتطيها أنت بعشرات المليارات سنويا وتمتطيها كل المراسم الملكية والديانة الملكية؟ يعني كل كلام مسخرة فاضية. لكن الشاهد قضية التدخل. أنت تدخلت في اليمن وتدخلت في لبنان وتدخلت في العراق، يا ليته تدخل بشكل إصلاحي، تدخل بشكل أفسد القضايا على أهلها، وتدخل أيضا في مصر. نظام ديمقراطي جاء بانتخاب وشهد العالم كله بأنه انتخاب شرعي ديمقراطي، طبعا بدأ فيها الملك عبد الله وكان عراب هذا البداية. طيب. والتدخل الملك سلمان ويتدخلون في كل الدول ويفسدون الدول على أهلها. لاحظت أن السعودية لم يكن موقفها وحيدا ومتفردا في الموقف من كندا. لاحظنا أن الإمارات تدعم. نعم. البحرين تدعم وحتى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يدعم الجامعة العربية أيضا اليوم. أنا لا يهمني، أنا يهمني البحرين. يعني هو مش مسألة تهور لشخص معين، الدول العربية كلها تقف الآن مع السعودية في هذا. لا 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 تقف الدول العربية، لدينا الجزائر، لدينا تونس، لدينا ليبيا، لدينا. لذلك هو الدول بعض رؤوس الدول الفاسدة التي معه مثل عباس ومثل البحرين. البحرين هي هم ترى يعني شيء يدعمه الآن محمد بن سلمان لأنه يتكي عليه كثيرا. مصر لما لم تدعم؟ لما لم تتكلم مصر؟ لذلك هو لا يدرك أبعاد تصرفاته الحمقاء. يصرف عشرات المليارات على السيسي مثلا وعلى حفتر ولا يؤيدونه حتى في هذه، لم يؤيدوه لا في عاصفة الحزم ولا في هذه الحماقة الأخيرة التي ارتكبها. هذا كله مجرد إرضاء لترامب للعلاقة الشخصية التي بينه وبينه، ولا هو لو فيه مزع من عقل ما يضيع 15 مليار دولار سيدفعها رغما عن أنفه إن اليوم أو غدا، ولا يضيع أبنائنا الذين هم مبتعثون عدد بالآلاف، عدد ليس سهلا، ولا أيضا يضحي بالمرضى الموجودين في المشافي الكندية الذين هم كثير منهم على يعني لا يذهبون إلى الخارج إلا لأنهم يعني عجزت المشافي في الداخل عن علاجهم، فهم في حالات صحية خطرة جدا. فهو ضحى بكل هؤلاء إرضاء لجانب السيد ترامب. شكرا جزيلا لك سلطان العبدالي النشط السياسي والحقوقي السعودي. شكرا. نتابع بعد الفاصل. اليمن، هل دفعت السعودية والإمارات لتنظيم القاعدة؟ كشفت وكالة أسوشيتد بريس عن اتفاقات سرية عقدتها كل من السعودية والإمارات مع تنظيم القاعدة في اليمن. وفي تحقيق نشرته أكدت الوكالة أن الرياض وأبوظبي دفعتا الأموال لعناصر تنظيم القاعدة
مقابل خروجها من مناطق سيطرت عليها في أرجاء مختلفة من اليمن. وأضافت الوكالة أن الأمر تعدى ذلك مع قيام قوات مدعومة من التحالف العربي بتجنيد مسلحين من القاعدة في قتالهم ضد الحوثيين. في هذه الصور التي تعود لعام 2015 لا يبدو أن أمرا ما كان يقلق مسير مسلحي القاعدة هنا في تعز، لكن حينما تشتد طاحونة الدم فستكون للمواجهة تحالفاتها بل مبادئها المغايرة تماما. سنتحد مع الشيطان لمواجهة مطلقي الصواريخ، هكذا رد قادة الميليشيات المدعومة إماراتيا على طلب مسؤول حكومي في تعز بعدم تجنيد مسلحين سابقين في تنظيم القاعدة. وكالة أسوشيتد بريس تبحث في الرواية. تقصت خيوط اتفاق إماراتي سعودي مع تنظيم القاعدة في اليمن، باركه الأمريكيون، بل كانوا يشرعون بابا للتحالف مع القاعدة بمسوغ التغلغل الإيراني هنا. الأمريكان على اطلاع بكل ما يدور، وأكثر مما نعلم نحن، وأكثر مما نعرف هم عارفين كل شيء، وكانوا على علم بالوساطة هذه أول بأول وخطوة بخطوة. ما تقوم به واشنطن هناك يساعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. تنقل وكالة أسوشيتد بريس عن محلل استخباراتي أمريكي، فالأمر يقلق الجيش الأمريكي وينبه لنفاق أمريكي صارخ. في الحرب الأهلية اليمنية هناك توافق في المصالح الأمريكية ومصالح القاعدة، الحوثيون هم عدونا المشترك. قريبا ربما سيقول الأمريكيون إن القاعدة لم تفعل فعلتها هنا في 11 سبتمبر، ولم يكن هذا الرجل إرهابيا حسب ما كان يرى الأمريكيون. حينما ينظر لطبيعة زواج مصلحة واحدة بين القاعدة والتحالف العربي المدعوم أمريكيا على أرض اليمن، تبدو المهمة الأكبر للحلفاء على مختلف مشاربهم كسب الحرب ضد الحوثيين فحسب. الحزام الأمني بقبضة قضيضة، ما حد قتل، حد قال قتل ما فيش. هكذا نفذ الاتفاق، وخرج التنظيم سالما بأسلحته من مناطق نفوذه في المكلا الساحلية وسبع مديريات في محافظة أبين وشبوة وتعز، فبقوة المال الإماراتي حقنت دماء القاعدة. الحمد وشكرا وخرج من محافظة أبين كامل ورقبته. الاتفاقية تضمنت بندا ينص على ضم 10,000 من رجال القبائل المحليين بما في ذلك 250 من مقاتلي القاعدة إلى الحزام الأمني، القوة اليمنية المدعومة من الإمارات في المنطقة. يعيدون ترتيب صفوف القاعدة بالمال والسلاح بمسميات ميليشياوية جديدة، ويقول قائل من أهل اليمن سنتخلص بالمال الإماراتي والسعودي من شعار كهذا. من أجل وضع تعريف جديد للقاعدة وإعادة تدوير أناشيد كهذه. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء ناصر الربيعي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة. أهلا بك سيد ناصر إلى العربي اليوم. إذا هذا الموضوع يفتح أمامنا نقاش حول نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى تتعلق بماذا تختلف هذه المرة تعامل التحالف العربي ودفعه الأموال لتنظيم القاعدة في اليمن عن غيره من التعاملات الأخرى التي قامت بها دول عديدة سواء في الشرق الأوسط أو حتى أمريكا من خلال دفعها أموالا للقاعدة. والنقطة الثانية التي تتعلق بالأيديولوجية الخاصة بالقاعدة نفسها والتي تسمح لها بقبول التعاملات المادية مع من تعتبرهم أعداء لها. شكرا لكم. أولا هذا التقرير ليس فيه جديد بالنسبة للواقع هنا في اليمن، وربما الجديد هو أنه أتى من أمريكا من أسوشيتد بريس، فنشكرها لأنها ساعدتنا على شيء نعرفه منذ 4 سنوات. نعرف تماما بأن من يحارب مع السعودية والإمارات في اليمن هي القاعدة وداعش، وبالمال السعودي وبالمال الإماراتي وبالسلاح الأمريكي وبمماركة من القادة الثلاثة
هذه ليس فيها جديد، إن ناشدنا وتحدثنا عن حقيقة نعرفها تماما، لأننا نعرف بأنه لا يوجد من يقاتل على الأرض مع السعودية والإمارات في اليمن غير القاعدة وداعش أو بعض المرتزقة من أفريقيا. طيب، ولكن التقرير لم يتحدث عن أعداد كبيرة، هناك أعداد كبيرة من القوى الشرعية التي تقاتل في اليمن، وأعداد من ينتمون إلى تنظيم القاعدة والتي تحدث عنهم التقرير هي أعداد قليلة جدا، وأيضا جاءت بالتوافق ومباركة زعماء بعض القبائل والحديث عن أنه بعض أعضائها هذا التنظيم انسحبوا من هذا التنظيم بعد الانضمام للقتال. نعم، ما عرفه الناس وما عرفتموه اليوم من هذا التقرير هو قطرة في محيط كبير. أؤكد لك كمتابع لما يحصل في اليمن أن كل من يقاتل على الأرض مع السعودية والإمارات هم من القاعدة وداعش ومن يتعاطفون معهم، أما من يقاتل معهم من اليمنيين فهم يذهبون من أجل الراتب والسلاح وبيعه ثاني يوم، وهذه حقيقة يعرفها الصغير والكبير هنا. أستاذ ناصر، حضرتك تحصر الآن الموقف والحرب القائمة في اليمن جميعها فقط بموضوع القاعدة، وتنفي بأن هناك قوى شرعية وأن هناك جزء من الشعب اليمني يطالب بعودة هذه الشرعية، وبأن هناك قتال مباشر مع الحوثيين بين طرفين من الشعب اليمني، وليس الأمر محصور بموضوع تنظيم القاعدة. ولكن النقطة الأساسية التي نود فهمها هنا، حضرتك كخبير جماعات مسلحة من هذا النوع، على أي أساس تقبل القاعدة بأخذ أموال من أجل الانسحاب من مناطق كانت تسيطر عليها لصالح التحالف العربي؟ على أي أساس في الأيديولوجية بالنسبة لتنظيم القاعدة؟ أولا أريد أن أضيف شيئا، لأنك قلت لماذا أحصر، أقول لك بأن نقطة مهمة لم أذكرها وأذكركم أيضا العالم يعرفها، أن قادة القاعدة وداعش يوجدون في فنادق الرياض الفارهة، وهم أيضا مصنفون في القائمة الأمريكية والإماراتية والسعودية والأمم المتحدة، وبعضهم مصنف في جميع هذه القوائم، وهم من يوجهون أعضاءهم في على الأرض في القتال. أما ما ذكرت لماذا القاعدة تفعل هكذا، ليس القاعدة كلها الآن من فعل ذلك، لكن هم يعرفون تماما، لأن اليد العليا مع من يقاتل على الأرض هي القاعدة، وبالتالي هم يعرفون أن زمام الأمور ماسك بأيديهم، وبالتالي لا بأس بأن يعملون ذلك، وخاصة بأنهم يتلقون معلومات لمجتمع يعني لجزء كبير من المجتمع الذي هو يشارك في هذا القتال بشكل كبير. وبرأيك لماذا لجأ المجتمع السني، وإذا كنت تعتبر كذلك، للتحالف بشكل أو بآخر مع القاعدة ضد الحوثيين في اليمن؟ ليس هذا شعار ليس كل من يحارب الآن ضد السعودية والإمارات هو شيعة يا أختي العزيزة، لكن هذا شعار يفيد التوجه السعودي الإماراتي الأمريكي في أن يتحدثون عن سنة وشيعة، ليس الأمر كذلك على الإطلاق. الحرب في الحقيقة هي بدأتها السعودية والإمارات ليس من أجل إعادة الشرعية، لم يعد أحد يفكر على الإطلاق باليمن ولا في غير اليمن بعد 4 سنوات أن السعودية أتت من أجل إعادة الشرعية في اليمن، هذا كلام لم يعد صحيحا ولم يعد معقولا على الإطلاق. الكل يعرف أن الشرعية أو ما يسمونها الشرعية هناك لا يجد أين ينام، هناك في عدن، فأين الشرعية التي يتحدث عنها الإمارات والسعودية؟ إنما هي مبررات أخرى. هناك أيضا نعم، وصلت فكرتك، أشكرك من صنعاء ناصر الربيعي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة. أعلى
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية انتهاء عملية العد والفرز اليدوي رسميا لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار الماضي. وكان البرلمان قد أمر بإعادة فرز الأصوات في يونيو حزيران بعدما خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات واسعة. بعد شد وجذب أنهت مفوضية الانتخابات العراقية عملية إعادة فرز الأصوات يدويا. التلفزيون العراقي الذي أعلن الخبر أشار إلى أنه لم تعلن النتائج النهائية لعملية الفرز. التلفزيون الرسمي أكد أيضا أن المفوضية ألغت عددا من الأصوات في مكتب الرصافة. الانتخابات التي جرت في شهر أيار مايو الماضي طغت عليها شبهات فساد وتزوير لأصوات الناخبين. وكالة رويترز ذكرت في تقرير لها أن مفوضية الانتخابات تجاهلت تحذيرات أطلقتها هيئة معنية بمكافحة الفساد حول مصداقية الأجهزة الإلكترونية لفرز الأصوات في الانتخابات الماضية. عملية إعادة فرز الأصوات يدويا أدت إلى تأخير عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو أمر ألقى بظلاله على الشعب العراقي الذي لا يزال يخرج في مظاهرات تطالب بمحاربة الفساد. ومن غير المستبعد أيضا أن تتوسع تلك المظاهرات مع الكشف عن عمليات التزوير التي جرت في الانتخابات، وهو أمر قد يعطي تلك المظاهرات زخما قويا، لا سيما أنها تطالب بمحاربة الفساد المستشري حتى النخاع في الكيان الحكومي العراقي. الآن معنا من بغداد وائل الركابي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ وائل مساء الخير. بعد فرز الأصوات يدويا الآن ما الذي تكشف، إن كان قد تكشف شيء فعليا، وبالتالي ما الذي يبنى على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم المشاهدين الكرام. بالتأكيد أنه يعني الإعلان عن الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي اليوم يعني جاء فيه شيء من الإحباط على الأقل، لأنه على ضوئها تم إلغاء العد والفرز في منطقة الرصافة في بغداد التي تعرضت إلى حرق في الصناديق قبل مدة، وبالتالي هذا قد يجعل البعض يعني يؤشر بعض المؤشرات أنه ليس هناك من جهة تستطيع أن تتحمل مسؤولية ما جرى من الانتخابات في الشهر الخامس الماضي، وبالتالي هذه عدم القدرة على تحمل مسؤولية النتائج بشكل حقيقي تم الإعلان، وبشكل لربما هو أقرب إلى الاتفاق والترتيب، لأنه جاء مطابقا بنفس النسبة تقريبا إلا محافظة كركوك التي جاء فيها النسبة 93% من التطابق، وبالتالي هذا يعطينا انطباعا أن هذه العد والفرز اليدوي جاء ليفضي بشرعيته القانونية والقضائية على ما صدر من نتائج للعد والفرز الإلكتروني، وبالتالي الجميع ينتظر اليوم المصادقة من المحكمة الاتحادية يعني عليه لكي يبدأوا ويشرعوا بتشكيل الكتل. ممن اطلعوا على نتائج إعادة الفرز قالوا أنه تغيرات كبيرة في حجم الكتل لم يحصل، ولكن حدث تغير على مستوى المرشحين الأسماء الانفراديين، صحيح؟ نعم، لم يحدث تغيير كبير على نسبة الأعداد للمقاعد التي حصلت عليها الكتل السياسية، لكن لربما يحصل يعني حصل اسمين أو ثلاثة فقط، ليس هناك يعني متغيرات كبيرة من الأسماء التي رفعت وأدخلت في مكانها أسماء جديدة، لكن لحد هذه اللحظة هذه كلها تشريبات. الواقع الحقيقي هو يوم الأربعاء بعد يوم غد سوف يتم الإعلان بشكل حقيقي عن الأسماء التي تم صعودها أو الأسماء التي ثبتت عليها تزوير في بعض المناطق وحذفت ورفعت أسمائها نتيجة هذا الخلل الواضح الذي اعترض عليه الكثيرون في موضوع العدل. ولا تغير حقيقي حصل على نتائج الانتخابات، هل نتوقع أن يتم المصادقة عليها من قبل القضاء بطريقة سلسة وبسرعة الآن؟ نعم، أنا أتوقع أنه المصادقة سوف تتم بأسرع وقت بعد مرور 10 أيام من إعلان النتائج،
لكي تسمح للطعون الذين يطعنون بهذه النتائج يقدمون طعونهم إلى المحكمة الاتحادية، وبالتالي بعد 10 أيام يتم المصادقة عليها بشكل حقيقي، لأنه الكل اليوم يريد أن يسرع في تشكيل الكتلة الكبيرة لكي ينتج عنها حكومة قادمة ل4 سنوات. الوضع في العراق الآن لا يسمح بتأجيل الأمور أو تركها على أساس أنها تعطي مجالا لمدة أطول، لأنه كل يوم يمر بمعنى أن هناك مؤامرة جديدة وأن هناك أزمة سياسية تلوح بالأفق. لذلك الكل متفق على الإسراع في عملية تشكيل الكتلة حدثت عنها. هل أو كيف تتوقع أن تتعاطى الكتل السياسية الرئيسية في العراق مع هذه النتائج؟ هل نتوقع احتجاجات وطعون أم أن الجميع سيوافق أو الأغلبية ستوافق للتسريع بالعملية السياسية المتعطلة الآن لمدة طويلة؟ الكتل السياسية الفائزة تقريبا جميعها لم يقدم طعونا، ومن يريد أن يقدم طعونا أو يمضي في هذا الطريق ما هو إلا شخص أو شخصين بشكل منفرد وليس بطريق عن طريق الكتلة بأكملها، لأن الجميع اليوم وصل إلى درجة من التفاهمات. من الممكن عندما يتم المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية أن تعلن كتلة كبيرة تضم الكرد وبعض شخصيات من السنة والشيعة أيضا من الكتل الشيعية، مهيئة وجاهزة لكي تشكل كتلة كبيرة. تقريبا وصل العدد لحد هذه اللحظة 195 نائب من مختلف القوميات والأديان والمذاهب من أجل تشكيل هذه الكتلة الكبيرة لكي يمضون إلى تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، لأنه الوضع في العراق سيد الكريم حساس جدا، لا يتحمل إطالة المدة إطلاقا ولا يتحمل وجود أزمة سياسية جديدة قد تجعل بعض الكتل بأنها تقول أنه سحب مني مقعد أو أضيف مقعد إلى كتلة أخرى. شكرا جزيلا لك وائل الركابي، الكاتب والباحث السياسي من بغداد. نتابع بعد الفاصل. ترامب وروسيا، العلاقات الشائكة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد مشكلة أو نوايا سيئة في اللقاء الذي جمع نجله بالمحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا ومواطنين روس آخرين خلال حملته الانتخابية. وفي وقت سابق نفى ترامب نفسه وممثلوه علمهم بذلك الاجتماع، بينما اعتبرت موسكو أنه لا صلة مطلقا للجانب الروسي بحملة ترامب وأن هذه الادعاءات هي محض افتراءات. مع احتدام المنافسة على مقاعد الكونغرس الأمريكي، يغرد ترامب ويعيد موضوع التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية إلى عناوين الأخبار. إعادة لحلقة قديمة من مسلسل الاتهامات الطويل. بطلة الحلقة القديمة هي المحامية الروسية فيسلينيتسكايا، والجديد بأن ترامب في تغريدته يقر بأن ابنه اجتمع بها للحصول على معلومات عن منافسته هيلاري كلينتون. يقدم خصوم سيد البيت الأبيض السياسيين الواقعة على أنها دليل على تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الماضية. المتحدث باسم الكرملين كان قد علق على الموضوع مؤكدا أن موسكو لا علم لها بكل هذه القصة. لا نعرف شيئا عن هذه القصة ولا توجد لدينا صلة بهذه المحامية ولا يوجد لدينا ما نقوله حول هذه القصة، وهذه القصة لا تمت لنا بصلة. أما فيسلينيتسكايا نفسها كانت قد تحدثت جهرا في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة في يناير هذا العام وأقرت أنها التقت فعلا ترامب الابن في يونيو عام 2016، بل ولوحت بأنها لا تشكل أي اهتمام للكونغرس بعد أن تمت مساءلتها. أما الشارع الروسي فلا يبدو مهتما بتناقضات سياسية بعيدة عن واقعه اليومي. لا تأخذ موسكو الاتهامات التي تسمع عبر وسائل الإعلام الأمريكية على محمل الجد، وتعتبر أن الاتهام يجب أن يوجه بشكل رسمي بتقديم الوثائق والأدلة عبر القنوات الرسمية، وما لم يقدم منها شيء تبقى الأمور مسألة أمريكية داخلية لا شأن لموسكو بها.
حمد حسن، تلفزيون العربي، موسكو. معنا من واشنطن عنفار ولد سيدي الكاتب الصحفي، أهلا بك إلى العربي اليوم سيد عنفار ولد سيدي. طبعا بعد يعني هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث عن أنه لا توجد مشكلة في اللقاء الذي جمع المحامية الروسية بابنه، بداية بعد أن كان ينفي هذا اللقاء دونالد ترامب الآن عاد ليصرح به وبدأ وكأنه مرتاحا في هذا التصريح، تعليقك. مساء الخير. ترامب معروف بنفسه الطويل في نفي أي تهمة توجه له، وفي النهاية يبدأ في الإقرار تدريجيا بعد أن تحاصره الأدلة، وهذا ما يحدث أمامنا هذه المرة. فهو في البداية كان ينفي مثل هذا الاجتماع ويقول إنه كان من أجل قضية تتعلق بتبني أبناء روسي في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن يعترف تدريجيا ربما في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة بعد أن يتقدم التحقيق نشهد اعتراف من دونالد ترامب بعد أن تحاصره الأدلة. ترامب دائما اعترافه يأتي بقدر الأدلة التي تقدم في التحقيق، وفي الأيام الماضية شاهدنا تطورا ربما هو الذي أجبر ترامب على هذا الاعتراف، وهو أن محاميه الشخصي كوهن قال إنه ربما سيقدم معلومات، وقال إن ترامب كان على علم مسبق بهذا الاجتماع الذي جمع ابنه مع المحامية الروسية، وبالتالي كل ما كانت هناك أدلة جديدة وكل ما كان هناك تقدم في التحقيق ترامب يعطي إقرار جزئي ثم جزئي حتى أن يكتمل الإقرار بعد أن تكتمل الأدلة. طيب، ولكن لماذا إلى الآن برأيك هناك يعني شد وجذب في موضوع تدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية وكأنه لن ينتهي، وكأن هناك من له مصلحة في أن يبقى هذا الموضوع هو الشغل الشاغل للولايات المتحدة الأمريكية؟ موضوع التدخل الروسي لم ينتهي وربما لن ينتهي على المستوى القريب، خاصة أن هناك انتخابات تشريعية في 20 نوفمبر المقبل، والآن الشغل الشاغل هو أن لا تتدخل روسيا في هذه الانتخابات كما تدخلت في الانتخابات الماضية. وأقول تدخلت لأن كل التحقيقات وكل الخلاصات سواء في مجلس الشيوخ وسواء التحقيقات التي قادتها FBI والتي يقودها مولر توصلت إلى أن روسيا فعلا تدخلت في الانتخابات. المسألة التي تبقى الآن هو هل كان هناك تواطؤ بين حملة دونالد ترامب وروسيا، أما مسألة التدخل فهي مسألة محسومة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تبدو ضعيفة بحيث تستطيع روسيا أن تتدخل في انتخاباتها بشكل دائم على الرأي يعني لأعضاء في سواء للرئيس الأمريكي أو حتى لجهاز من يعمل معه والمحيطين به في الموضوع الروسي، ألا تضعف من يعني من قوة ويعني مكانة الإدارة الأمريكية؟ هي تضعف طبعا مصداقية الهالة التي تحيط بأمل الانتخابات، لكن الهدف منها إذا كنا نتحدث عن استغلالها السياسي فليس الهدف منها إظهار الإدارة الأمريكية ضعيفة، وإنما إظهار دونالد ترامب على أنه تواطأ مع جهات أجنبية من أجل أن يصل إلى كرسي الرئاسة، وهذا ما تمنعه وتحرمه قوانين الانتخابات الأمريكية. ليس الهدف من هذه التحقيق إطلاقا هو أن تظهر الولايات المتحدة الأمريكية على أنها صيدا سهلا لروسيا، وإنما الهدف هو استغلال خلاصات هذه التحقيقات ضد دونالد ترامب. هذا من الناحية السياسية، لكن المحققون بعيدون عنها هذه الاتهامات يعني إذا وصلوا إلى الدلائل القاطعة تجاه دونالد ترامب أو حتى يعني جميع الشخصيات المتهمة وموضوعة تحت المساءلة، ألا تدين بالنهاية الأجهزة الأمريكية الاستخبارات وغيرها، وخاصة بأنه أيضا دونالد ترامب وجه اتهامات لهم بعدم قيامهم بكامل واجبهم؟ هي لا تدين الأجهزة الأمريكية، ولكن تظهر ضعفها في التصدي للتدخل الأجنبي، لأن الأجهزة الأمريكية لم تتواطأ مع روسيا وليست متهمة بالتواطؤ مع روسيا. المتهم بالتواطؤ مع روسيا هو دونالد ترامب وحملته الانتخابية، بالتالي هذه الأجهزة هي ستظهر أمام الرأي العام الأمريكي وأمام العالم على أنها ضعيفة. وطبعا أكثر من مرة تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث خبراء في
الأمن الإلكتروني عن أن الأمن الانتخابات لم يكن قويا بما فيه الكفاية، على الرغم من أسطورة أن هذا الأمن لا يمكن اختراقه، وأيضا أن هناك وسائل التواصل الاجتماعي ربما سهلت كثيرا استهداف الرأي العام الأمريكي. المسألة لا تتعلق فقط باختراق الأمن بحديثك عن استهداف الرأي العام الأمريكي سيد عنفار، ما يسمى النظام نعم، مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس أعلن بأن روسيا هي بصدد شن يعني حملة تسعى من خلالها للتأثير على الرأي العام الأمريكي كما ذكر في الانتخابات منتصف الولاية الرئاسية التشريعية الحاسمة. إلى أي درجة يمكن أن تنجح الأجهزة المخابراتية المختلفة في أمريكا في التصدي لهكذا نوع من الحملات؟ حاليا من الصعب جدا أن تحقق روسيا اختراقا مثل ما حققته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأن هناك حذر شديد جدا سواء من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية سواء من قبل منصات التواصل الاجتماعي، وأذكر على سبيل المثال أن فيسبوك أعلن خطة من أجل التصدي لأي تدخل في الانتخابات من خلال هذه المنصة الأكثر شعبية في العالم، وقام بحملة من أجل إغلاق الحسابات والصفحات التي تبدو مشبوهة أو ما يسميها هي مزورة. فمن الصعب جدا أن تحقق روسيا مثل ما حققته في الانتخابات الماضية، لأن هناك إجماع لدى الجمهوريين ولدى الديمقراطيين ولدى أجهزة الاستخبارات ولدى أيضا الرأي العام الأمريكي بأن روسيا فعلا تحاول أن تتدخل في هذه الانتخابات، وبالتالي يجب أن نضع لها حدا ويجب أن ننتبه لكل ما ينشر في وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الحديثة أي وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا عن استطلاعات الرأي خاصة بعد قمة بوتين وترامب وأيضا مع تجدد هذه الاتهامات واعترافات دونالد ترامب؟ عفوا لم أسمع السؤال. استطلاعات الرأي ماذا تقول الآن بالنسبة لدونالد ترامب خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية؟ تعني بالنسبة للجمهوريين أعتقد الآن استطلاعات الرأي ترجح أن يحقق الديمقراطيون تقدما كبيرا في هذه الانتخابات، لكن لا يعرف ما إذا كان سيسيطرون على مجلس النواب. من السهل أن يسيطروا على مجلس الشيوخ لأن الجمهوريين يتقدمون فقط بسناتورين في مجلس الشيوخ، أما بالنسبة لمجلس النواب فالديمقراطيون يحتاجون إلى 23 نائبا حتى يستعيدوا الأغلبية التي فقدوها منذ سنوات. هناك ما يسمى الموجة الديمقراطية، أي أن الديمقراطيين يمكن أن يحققوا اختراقا كبيرا في الانتخابات نتيجة للانشقاقات التي يشهدها البيت الداخلي للجمهوريين، وأيضا نتيجة للتأثير الذي تركته قضية التدخل الروسي على ثقة الناخبين الأمريكيين في الجمهوريين. لكن لا يعتقد أن الديمقراطيين سيحققون الأغلبية داخل مجلس النواب، لكن على الأقل سيقتربون منها، أما مجلس الشيوخ فيمكن فعلا أن يستعيدوا داخله الأغلبية. طيب بالنسبة للموقف الروسي هناك نفي بشكل كامل لأي صلات وأي تدخل وحتى نفي بأي يعني دور للمحامي موضع هذا الموضوع التحقيق، برأيك ما الذي يمكن أن تقوم به موسكو في هذا الصدد؟ موسكو الشيء الوحيد الذي تقوم به في هذا الصدد هو النفي والنفي الدائم، لكن هذا النفي أصبح هشا مع التقدم في التحقيق والدلائل التي تتوصل إليها التحقيقات، سواء تحقيقات مولر أو تحقيقات المخابرات الأمريكية بشكل عام. روسيا طبعا ستواصل النفي وقد أكدت على ذلك النفي مرارا، سواء على يد مسؤولين على لسان مسؤولين الروس أو على لسان الرئيس الروسي الأخي خلال القمة الأخيرة في هيلسنكي. بالتالي روسيا دائما ستحاول أن تحتمي بجدار النفي، لكن هذا الجدار قد ينهار في أي وقت. نعم، ترامب كان قد يعني فكر بموضوع تخفيف العقوبات ضد روسيا خاصة بعد هذه الزيارة والموقف الذي ظهر به أمام الرأي العام ويعني طريقة تعامله مع بوتين. برأيك هل يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات بهذا الاتجاه؟ الرئيس الأمريكي كان يحاول أن يخفف لهجته تجاه سوريا تجاه روسيا عفوا، لكن بعد الخطأ الفادح الذي وقع فيه والظهور الباهت الذي ظهر به أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هيلسنكي،
بالعكس سيحاول أن يزيد العقوبات حتى يظهر باعتباره رئيسا صلبا، رئيسا قويا تجاه روسيا، سيحاول أن يعوض الظهور الباهت الذي ظهر به في هيلسنكي، وبالتالي العقوبات ستتجه نحو مزيد من التشدد بدل أن تكون هناك مرونة. ترامب كان يحاول أن تكون هناك مرونة وأن تكون هناك صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا، لكن بعد الظهور الباهت الذي ظهر به، الطريقة الوحيدة التي يمكنه أن يعوض بها ذلك الظهور وذلك الضعف هو أن يزيد من حجم العقوبات، وبالتالي يتبنى مزيدا من التشدد تجاه روسيا. أشكرك من واشنطن عنفار والتسيدي الكاتب الصحفي. في ليبيا انطلقت حملة الصلح خير للمصالحة الوطنية بين المجموعات القبلية والمدن المختلفة في البلاد، وذلك برعاية مكتب الأمم المتحدة في طرابلس. وتتضمن الحملة نشاطات رياضية وملصقات ولوحات إشهارية تعرف بأهمية المصالحة الوطنية والوئام بين أبناء الشعب الواحد. الصلح خير عنوان حملة إعلامية مدنية لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مبادرة ترعاها الأمم المتحدة وتتضمن حملات إعلامية مرئية ومسموعة وأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي وحوارات مجتمعية مفتوحة وتظاهرات رياضية وأخرى فنية. الهدف نقاش مجتمعي واسع حول المصالحة. هي لابد أن تكون عملية وطنية شاملة وتشاركية تحظى بتأييد شعبي، ونعتقد أن الإعلام سيلعب دورا محوريا لتحقيق هذه الأهداف. الطريق نحو المصالحة بدأت إعلامية. إذن القائمون على الحملة يقولون لابد من علاج ما يوصف بالدور التحريضي الذي لعبه الإعلام المحلي في تعميق الانقسام. هو ذاته الإعلام الذي لابد أن يروج وفق دور جديد للمصالحة بين الليبيين، يضيفون. مصالحة تتطلب شجاعة ليس أقلها في تحقيق المحاسبة وكشف الحقيقة. إذا لم نجد الشجاعة لأن نكشف الحقيقة، بالتالي سيرى الضحية دائما هو سيرى نفسه في صورة الضحية. أما إذا كشفت الحقيقة وأشركنا أيضا الضحية على خصوصا فيما يتعلق بمعرفة بكل الإجراءات التي تتعلق بآلية المساءلة، بالتالي هنا سنصنع نوع من الاستقرار لدى الضحية الذي سيساهم مساهمة مباشرة في عملية الاستقرار في ليبيا، وكذلك أيضا يعني تصريح بالعفو للجاني. علاج أثار الانتهاكات والتئام الانقسامات المجتمعية والاجتماعية هي الأهداف البعيدة لهذه الحملة. مأسسة مسار المصالحة ضمن مسار أشمل للعدالة الانتقالية في ليبيا سيجعل عملها بكل تأكيد أكثر نجاعة. تؤسس التسويات السياسية عادة للمصالحة بين الخصوم والفرقاء. حملة الصلح خير تقلب الآية، تتجه مباشرة نحو حوار مجتمعي ينتهي بالمصالحة. لعل المصالحة تهيئ مناخ ملائما للتسوية السياسية. خليل فاعل، التلفزيون العربي، طرابلس، ليبيا. في موضوع إيراني الآن، الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث الآن مباشرة في لقاء صحفي يتوقع كما يبدو على التلفزيون، بالتأكيد يتحدث بخصوص العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انسحاب الولايات المتحدة أو سحبه للولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. الرئيس الإيراني كان قد صرح وقال اليوم بأن العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران والتي ستنطلق أو سينطلق العمل بها غدا الثلاثاء لن تؤثر على الشعب الإيراني ولا على الحكومة الإيرانية كما أكد، وقال بأن الاقتصاد الإيراني سيتحمل كل الضغوط والعقوبات الاقتصادية الأمريكية مهما اشتد ذلك. طبعا يجب أن نذكر في هذا الخصوص بأن الاقتصاد الإيراني قد تأثر فعليا، وأن الريال الإيراني انخفض إلى مستويات غير مسبوقة تأثرا بالإعلان الأمريكي بإعادة فرض العقوبات على
إيران. أيضا حسن روحاني الذي يتحدث الآن مباشرة مع وسيلة إعلام إيرانية نتوقع قال بأن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي مع الأطراف المتبقية في هذا الاتفاق وهي الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا، وأنه يحث هذه الدول على الضغط على الولايات المتحدة لإعادة فتح المفاوضات مع إيران من أجل الاتفاق على اتفاق نووي آخر. أضاف أيضا أنه لا تفاوض مباشرا مع الولايات المتحدة كما كان قد اقترح الرئيس الأمريكي في تغريداته المعروفة حينما قال مستعدون للتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الإيراني أكد مرارا وتكرارا بأنه لن يفتح مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة إلا بعد أن ترفع العقوبات المفروضة من قبلها على طهران وبعد أن تعود وتتبنى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه طبعا تحت قيادة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. لذلك طبعا الاتفاق كان قد وقع عام 2015 مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. أشرنا أيضا إلى موضوع الدول الأوروبية التي طبعا هي غير مستفيدة من هذه العقوبات المفروضة التي قد تتأثر بها. طبعا نتحدث عن الشركات الأوروبية التي ما زالت تعمل في إيران ولديها عقود طويلة الأمد مع إيران. قالت بعض المصادر في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على الدفاع على مصالح الشركات الأوروبية العاملة في إيران، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي لم ينسحب من الاتفاق. إذن كما نشاهد الرئيس الإيراني حسن روحاني ما زال يتحدث في هذا اللقاء، وقد أطلعناكم على أهم المواقف التي كانت قد صدرت عنه تعليقا على إعادة الولايات المتحدة العمل بالعقوبات التي تفرضها على إيران. اختتمت في المغرب أشغال المؤتمر الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح، الحركة الإسلامية الأقرب لحزب العدالة والتنمية. وقد جددت الحركة الإسلامية المقربة من الإخوان المسلمين الثقة في عبد الرحمن شيخي وانتخابه لولاية ثانية رئيسا للحركة. وأعلنت حركة التوحيد والإصلاح في ختام اجتماعاتها رسم حدود واضحة لعلاقتها المستقبلية بحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة المغربية، مشددة على ضرورة الفصل بين الدعوي والسياسي في مسار الحركة والحزب. حركة الإصلاح والتوحيد، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالمغرب، تنتخب مكتبا جديدا برئيس قديم جديد. عبد الرحيم الشيخي في ولاية ثانية وتحديات جديدة، خاصة في ظل الهجمات المتكررة التي تتعرض لها من طرف الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية. تمت المصادقة على ورقة نعنونها بالتوجه العام وأولويات المرحلة المقبلة، أي ما هو التوجه الذي سيحكم أعمال وأنشطة وعلاقات ومواقف الحركة في المرحلة المقبلة، وهو تعزيز جهود ترشيد التدين ودعم فاعلية المجتمع في الإصلاح. مكتب جديد تخلت فيه الحركة عن وزراء وقيادات من حزب العدالة والتنمية، تخلي يؤكد النقاش الذي سبق الاجتماع الرامي إلى تأكيد الطابع الدعوي والتربوي والإصلاحي للحركة بعيدا عن الانشغال السياسي الحزبي. لا أتوقع أن يؤدي الفصل على المستوى التنظيمي بين حركة التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية وأخيرا في المؤتمر الأخير على مستوى جميع الهيئات التنظيمية من أعلى إلى أدناها أن يؤثر سلبا على الانتخابات المقبلة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. لماذا؟ أولا لأن هناك اشتراك عضوي أظن يتجاوز 40%، وثانيا لأن أعضاء الحركة وكل محافظين ذهبوا إلى التصويت في كل انتخابات لحزب العدالة والتنمية. إلى جانب جماعة العدل والإحسان المحضورة بالمغرب، فإن حركة الإصلاح والتوحيد التي توصف بالمعتدلة تبقى من أهم التنظيمات الإسلامية التي تشكل دعامة أساسية لحزب العدالة والتنمية، دعم ساهم في استقرار النتائج التي حصل عليها حزب المصباح في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، لكنه جر عليها كثيرا من الانتقادات. قيادة جديدة لحركة الإصلاح والتوحيد المغربية، قيادة تفك الارتباط مع حزب العدالة والتنمية فيما يبدو توجها للفصل بين الدعوي والسياسي. كريم الخلقوري، التلفزيون العربي، الرباط.
يبقى معنا كريم قرقوري مراسلنا من الرباط. إذا كريم، يعني بداية، ما هي ردود الفعل التي صدرت نتيجة هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بفصل المسار الدعوي عن المسار السياسي بالنسبة للحركة؟ نعم، الكثير من المتتبعين للشأن السياسي وصفوا القرار بأنه مفاجئ من حركة الإصلاح والتوحيد، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الدعامة الأساسية لحزب العدالة والتنمية منذ تأسيس هذا الحزب في العام 1996. حركة الإصلاح والتوحيد التي ساهمت في استقرار وأيضا تطور النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي يعني كانت نتائج تسير في تصاعد الحدود. آخر انتخابات تشريعية حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 125 مقعدا في الغرفة الأولى مجلس النواب بالبرلمان المغربي. أعتقد بأنه طلاق لأول مرة بعد ما كان وشكلت حركة الإصلاح والتوحيد الدعامة والمغذي الأساسي أيضا لحزب العدالة والتنمية. فمعظم قيادات هذا الحزب الإسلامي تربت وترعرعت ونشأت وتأطرت أيضا في حركة الإصلاح والتوحيد. لا يمكن أن تكون قياديا إلا استثناءات قليلة، لا يمكن أن تكون قياديا بحزب. نعم، هل هناك أسباب غير معلنة ما أسميته طلاق بين الحركة والحزب أدت إلى هذا الأمر الآن؟ نعم، ليست هناك أسباب معلنة من طرف حركة الإصلاح والتوحيد، ولكن على ما يبدو أن القصف الذي تعرضت له الحركة من طرف خصوم حزب العدالة والتنمية، أيضا الاتهامات التي وجهت إلى حركة الإصلاح والتوحيد خاصة خلال الخمس سنوات الماضية، كانت سببا غير مباشر للقيادة الجديدة لحركة الإصلاح والتوحيد في إعلان الانفصال عن حزب العدالة والتنمية. هذه المشاكل بدأت منذ أن قررت حركة الإصلاح والتوحيد عدم المشاركة في حراك الربيع العربي الذي عرفه المغرب إلى جانب عدد من الدول العربية، خاصة وأن الحركة لم تشارك في احتجاجات حركة 20 فبراير. فربما تراكم هذه المشاكل كلها أدت في نهاية المطاف إلى اتخاذ هذا القرار على مستوى أعلى قيادة بحركة الإصلاح والتوحيد. شكرا لك من الرباط مراسلنا كريم القرقوري. بهذا نصل إلى ختام العربي.